الناس راه تي الرموك ما كيحبش، يعني من اللي كيسوق راه كيسوق على الاقل في النهار 700 مايل في النهار، تيضحك دابا. سو 700 مايل الا سقتي من هنا لالاسكا شحال؟ ما عرفتش، ما درتش حتى بشحال بالضبط، شحال من مايل من هنا هي لالاسكا. يعني فاش كيسالي الواحد كيتسالى له سويع كيدخل الاخر يسوق، عاوتاني الاخر كينعس 12 ساعه كيفاق كيشد عاوتاني ديريكت يكملها ديريكت لالاسكا. يعني ما فهمتش انا علاش ما ديرهاش في السيمانه. انا كنضرب من واشنطن سيتي حتى لنيويورك، يعني كنضرب من الكوست للكوست، كنضرب ميريكان كامله، ضرب من هنا لالاسكا 4 مرات، وكنديروها في 3 ايام 3 ايام ونص من اولى 4 ايام من هنايا حتى الايست كديرها في 4 ايام. فما حارك انت يا الاسكا يا غحدك. دابا المشكله كيجيو شي وحدين ما عندهم علاقه لا برموك، ما عندهم علاقه لا بميريكان، ما عندهم علاقه بالخدمه، ما عندهم علاقه بالليز ولا الاكسبنسز، وتيجي تبقى يفهم عليك. دابا شاف 18 مليون قال واو. بعدا اولا انا شرحت غير هادشي، ولكن خاصك تعرف واحد الحاجه، باش تمشي لالاسكا خاصك تكون واحد الانسان عندك ديال النحاس، فهمتيني؟ لانه غادي تدوز من الثلج، غادي تدوز من الشتاء، غادي تدوز من واحد الدوله اخرى اللي هي كندا، غادي تدوز من خدمه فيها كامله تماره، فيها هذوك سترايبس، هذوك الصمطات اللي غتبقى تزير اللوط في الخدمه في الطريق، البرد، الشتاء، داكشي علاش صاحبي كيبقاو يخلصوك مزيان، لان اغلبيه ما كيقدش يدير هاد الخدمه هادي من هنا لالاسكا، تيبقى يقول لك انا نبقى غادي غير في الغابات والثلج، ونبقى ندير السناسل، ونبقى نشد تماره، ويقدر يزلق بيا الرموك، ولا تمشي يزلق بيا شي رويضه، ولا تفرق عليا شي رويضه، خاصني نبدلها راسي، لانه في الغابات ديال الاسكا، ولا الغابات ديال الطريق، عرفتيني؟ يعني راه خاصك تكون انت هو الميكانيك دراسك، يعني وقع شي بلان خاصك تنزل وتصاوبها. سو ما يمكنلكش راس الحمار غير يعطيوك 2000 دولار ولا 3000 دولار في هاد التريب هادي، 2000 ولا 3000 دولار نديرها غير لوكل، فهمتيني؟ فهمتي علاش كيخلصو مزيان؟ لانه عندهم مثلا عندهم بحال اللي قلتي اقليه، ولا ما عرفت كيفاش بالعربي، عندهم احتياج، عندهم احتياج في شكون اللي غيدير هاد الخدامي مع شي واحد يبقى يمشيو لالاسكا، وغير هذيك دراب اند هوك، يعني كدير لهم تريلر سواء يعني فلات، ولا كدير لهم سميتو الاخر الباكس تراك، كدير ماشي يا هذيك هي هذيك، المهم كتدي الاخر الالاسكا وكترجع. سو يعني الانسان قبل ما يشوف غير الفلوس، ولكن يشوف باللي راه كلها مغامره وكلها مخاطره، وباش ما يجيش عاوتاني شي وحدين في الكومنتات يقول لك سفيان لا ما تشجعش على هذه الخدمه هذه، راه مساكن يلاه دوك جوج دراري يلاه وقع لهم شنو وقع لهم وكذا وهذاك الشيء. انا ما تنشجع حتى شي واحد يخدم شي خدمه، انا حتى واحد ما ضربك على يدك اخويا العزيز. شوف بغيتي دير الرموك مرحبا بك، بغيتي دير الاي تي مرحبا بك، بغيتي ما تخدمش مرحبا بك. انا تنهضر في المجال اللي كنعرف فيه وكنفهم فيه. سو وحيد التاكسيز، راه داكشي علاش انا قلت لك في الاخر كتحيد داك التاكسي. يعني انا درت لك 10000 دولار الاكسبنسز، نديرو سيدي كتبقى لك 8500، واخا ما يمكنلكش خصها انت 10000 في هاد الرحله كامله، الا خسرتي غتخسر واحد 8000 ولا 6000 تنظن 6000 ديال كلشي، مازوط، ليسانس، تاكس، الاصلاحات، الماكله، الشرب، غتبقى لك مثلا واحد 9000 دولار ولا 10000 دولار، راه هذيك 10000 دولار تقسمها انت وداك اللي معاك، يعني غادي تجيكم واحد 5000 دولار تستاهل في سيمانه. سو باش ما يجيش الواحد يبقى يرقع علينا الرحلات بحال هادو، كيف قلت لك يعني راه لتحت ما صورتش التصويره كامله، كان تيقول بلي خاص يكون عندك نولج، يعني خاص يكون عندك بزاف ديال المعارف. شي واحد خونا قال لك 18 مليون ونص كيف والو اخويا سفيان، اخويا انتم المغاربه لاباس عليكم اخويا، ما نكذبش عليكم، والمعيشه عندكم في المغرب بحالنا في ميريكان، وما كاينش اللي كيهضر على راسو وكذا، سيف اخويا 18 مليون تجيكم اخويا انتم تلعبوا، ولكن بالنسبه لنا حنايا اخويا على قد الحال في ميريكان خويا 18 مليون ونص في سيمانه هكايا، انت وصاحبك تخلصوا بها ليسانس وكل شيء اخويا، راه فلوس عندنا اخويا هنايا، ما نكذبش عليك. انا عارف شعب المغرب شعب تاري، شعب ما خاصو خير تبارك الله، يعني ما شاء الله كيسافر فين ما بغا، كيمشي فين ما بغا، كيدير اللي بغا، ما كاينش اللي كيهضر معاه. الفيزا ديال المغرب صعيبه بعدا باش تاخذها، ف حنا على قد الحال اخويا في هاد ميريكان هادي، كنتقاتلوا في الشتاء والحرب والجبال، وكاين شي بلايص في الاسكا كنبقاو ندوزو في الثلج فوق الليك، يعني بحيره متلجه خاصك دوز منها في الرموك، راه اخرى عاوتاني دي في الشكاره غادي تجيكم شكال. هادي الاخوان ما عرفتش باش بان لكم، سو هاد التصويره هادي بنت لي ودرت لها سكرين شوت. العجيبه اللي عجبني بزاف هو انه غنخرجوا دابا شويه من المجال ديال الرموك،
وغنديروا. ما عمر شي واحد سولني على كيفاش تخدم في الطوبيس يعني باس باس درايفر. سو خدمة هذه يعني ربما انتم ما عارفينهاش مزيان، ولكن كنت عارف الخلصة اللي كيخلصوا مزيان والبينيفيتس اللي هو اللي كيحمقني انا بزاف، شي حاجة واعرة بزاف. الباص درايفر ولا مثلا الخدمة اللي كيخدم في الطوبيسات هنا في ميريكا، انا نهضر على الولاية ديالي، فلربما ولاية اخرى كيخلصوا قل، ولكن هنايا هنا الخدمة ديال تخدم في الطوبيس بنات ودراري، باش ما يقولكش البنات كتهضر غير على الدراري، نو راه كنهضر على بنات ودراري، حتى انتيا تديري نفس الخدمه بحالك بحال الدراري. سو الباص هنايا كيبداو لك في الاول كيف كتشوف راهي 27 دولار، ولكن كيكونوا كيدربوك. سو فاش المده ديال 10 ديال الاسابيع يعني تقريبا شهرين ونص كتكون جالسي حدا البيسي، وكيدوزوك هما البيرمي اللي هو الكلاس بي، كدوز البيرمي كيقريوك في البيسي كيفاش تبقى تخدم مع الكليان كيفاش تبقى. المهم اغلبيه كتفرج في الفيديوهات وكيخلصوك ب 27 دولار. تخيل معايا انها في ميريكان كاينين بزاف الشركات ومن نوع مالي كيبقاو تمشي تقرا قال كتفرج وكتعلم وكيخلصوك بالساعه. عندك البينيفيتس واللي هو غنجيو له من بعد، كتبقى يخلص يعلمو كيفاش تصو كيفاش ما تدور من هنا كيفاش تدور من هنا كيفاش دير هذه كيفاش. المهم كتقرا داكشي كامل 10 ديال الاسابيع مخلص بدات خدمه كيبداو لك ب 33 دولار. عندنا في واشنطن ستيت هنايا كيخلص الطوبيس 33 دولار. هذه واحد المعلومه جديده ديرو في راسك، يعني اللي كيسوق عندنا الطوبيس هنايا دابا نصور لكم الطوبيس كيتخلص 33 دولار. هذه البدايه يعني 33 دولار هما كيخدموا الاوفر تايم ديما. صحاب الطوبيسات كيبدا لك من 5 د الصباح ما كيسالي حتى 5 د العشيه، الاخر كيشد عاوتاني الليل كامل فما كيحبسش الطوبيس. كاينين شي طوبيسات شي لاني اللي كيحبسوا، كاين شي لاني اللي ما كيحبسوش كاع. سو كتخدم واحد 50 حتى 60 ساعه في السيمانه، يعني درتي 50 ساعه بالاوفر تايم كتجيك واحد 1700 دولار في السيمانه، 1600 1700 حتى 1800 خيره بزاف. واول حاجه ما كتطوبيس هنايا راه ماشي كتقاد بحال اللي في المغرب مثلا كيبقى يدخل لواحد يبقى يعطيك الفلوس وترجع له الصرف كل واحد، نو اغلبيه يخلص سميتو كيخلص قبل ما كيطلع الطوبيس كيطلع وكيجلس. الطوبيس هو غير كيوقف كيحل الباب وكيمشي، كيحبس كيسد الباب وكيمشي. كاينين الكونترول اللي كيطلعوا مره كيبقاو يشوفوا غير الورقه اللي شريتي انت قبل ما تطلع في الطوبيس. الو مول الطوبيس ما كيتسوقش كاع الفلوس ولا لا كارت ولا واش خلصتي ولا ما خلصتيش، هو ما سوقوش في داكشي، هو غير كيسوق ما كيهضرش معاك كاع. البينيفيتس كيخلصوا 100% البروميان يعني هذاك البينيفيتس الاول، حيت البينيفيتس كاين اللي كيكون فيه الاول كاين تيكون فيه الثاني كاين تيكون فيه الثالث. ف كيف قلت لكم يعني هادو كيديروك 100% كيخلصوك البينيفيتس، ومع الوقت يعني كيبداو لك ب 33 دولار مع الوقت يعني كتزيد واحد شوية، ما عرفتش بالضبط ما قالوش شحال كتزيد، واش عام ولا عامين ولا ما نعرف، كيوصلوا حتى 38 دولار وممكن يوصلوا اكثر، يعني تقدر توصل حتى 40 دولار، يعني تولي كتخدم بحال داك هذاك اللي تيكون خدام انجينيور ولا في شي شركه ديال الاي تي ولا شي لعبه مرسم مع شي شركه. ف تبارك الله 40 ساعه 40 دولار. وهذا النوع ديال الخدمه كيليقوا بزاف العيالات البنات اللي مثلا عزيز عليهم السياقه، يعني الحريه السياقه وما يبقاوش في بلاصه وحده الافيس ولا مثلا في الدار، ولا الرجال اللي مثلا مجوجين وعندهم وليدات وما ما بغاوش يسوقوا الرموك لتمارت وقيله ولا يخافوا لي بعدهم على العائله ولا داكشي، فبحال الخدمات يكونوا مضمونين كتبقى تخدم في مدينتك وتسوق في مدينتك يعني وتسلي في الوقيته. ما ها برافو عليك، شكرا خويا عبد الجليل. ها هو قال لك من سياتل لالاسكا نهار و13 ساعه. دابا قبيلات واحد الاخ قال لك ما يمكنلكش تمشي في سيمانه، انا قلت له راه في الاسكا راه هي غير حدانا يعني راه تمشي لها في يومين، يعني الا كانت بالطوموبيل نهار ونهار ونص راه الا كان تيم درايف يعني يومين كتوصل تمايا كتحط نديرو حنا 3 ايام. انا ديما كنزيد باش بنادم ما كيلقى منين يشدني، نديرو 3 ايام ديال الطريق غتحط داك التريلر 3 ايام باش ترجع، هي سيمانه ما كملش حتى سيمانه. داكشي علاش هما دايرين في الاعلان انه كل سيمانه كترجع للدار، كتريح يومين وتولي تشد عاوتاني لودخور تمشي لالاسكا، وكتقد مكان غير 18 شونس كل سيمانه، ولكن كتحيد من المازوط ليسانس وداكشي غير هو بحال الشكل ديال هادوك اللي كيمشيو يخدموا في الحوت، كيمشيو 3 شهور في البحر فاش كيساليو واكلين شاربين ناعسين ما كيخلصوا والو.